الوقوف على آخر استعدادات وزارة التربية للعام الجديد ينضم إلينا عبر الهاتف وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري. أهلا وسهلا بك دكتور هيثم، ومباشرة إلى الموضوع، كيف تسير استعدادات وزارة التربية للعام الجديد وما أبرز الملاحظات حول جهوزية المدارس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للاستعداد العام الدراسي، طبعا دائما الاستعداد العام الدراسي يحظى باهتمام إعلامي كبير هذه الأيام لتسبق بداية الدوام، علما بأن عملية الاستعداد بالنسبة لوزارة التربية هي عملية مستمرة ولا تتوقف لتهيئة الظروف المواتية واللازمة لبداية عام دراسي سلس وخالي من المعوقات قدر الامكان. طيب دكتور هيثم، ماذا عن المعلمين الجدد الذين تعاقدت معهم الوزاره للعام الدراسي الجديد، وهل اكتمل وصولهم؟ لغايه الان وصل جزء منهم، ولغايه الان منتظرين وصول ان شاء الله بقيه اللي هو المعلمين، لكن ان شاء الله سيتم وصولهم ان شاء الله في الموعد المحدد باذن الله. نعم دكتور، ايضا اصدرت مؤخرا قرارا يقضي بالغاء جميع قرارات ندب وتكليف اعضاء الهيئه التعليميه، هل من توضيح لاهميه القرار وانعكاسها على العمليه التعليميه؟ بالنسبه لهذا القرار احنا نقول والله بالنسبه الى المعلم مكانه الطبيعي يكون في المدرسه باعتبار انه هو مهيئ للعمل في داخل المدرسه واعداد الطلبه وتعليمهم. فالمعلم يحصل على الكادر وذلك نظير قيامه بهذه المهمه، فيفترض ان يكون المعلم متفرغ بشكل كامل لاداء هذه المهمه الا اذا كان في هناك حاجه ضروريه وملحه لندبه لعمل معين. في هذه الحاله يعرض الامر على معالي وزير التربية للبت في هذا الموضوع وتقدير مدى الحاجة لندب المعلم. طيب وماذا عن آلية استعداد الوزارة لتطبيق نظام البصمة في المدارس والجهات التربوية المعنية؟ بالنسبة لنظام البصمة هو قرار صادر من مجلس الخدمة المدنية ويشمل الجميع، ويجب أن يكون واجب تطبيق على الجميع بدون استثناء وفقا لما جاء في القرار، فبالتالي وزارة التربية لا تعتبر استثناء من بقية الوزراء وبالتالي سيطبق على الجميع. ولكن بالنسبة إلى وزارة التربية يختلف وضعها عن بقية الوزارات باعتبار أن وزارة التربية في مدارسها لا يوجد نظام البصمة ولا توجد هذه الأجهزة، فبالتالي تكون الوزارة غير مستعدة لتطبيقها في الوقت الحالي وفي الموعد المحدد اللي هو تاريخ 1 أكتوبر، ولذلك راح نتوجه إلى مجلس الخدمة المدنية للنظر في تأجيل تطبيق هذا القرار لحين توفير نظام البصمة والأجهزة اللازمة لتطبيقه. وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري، شكرا جزيلا لك.